تحسوا ان الدنيا بتتعامل معاكم كأنها صديق جلانف ليكم، يعني تقدر تقول زي كأنك ماشي في الشارع والدنيا دي كأنها صديق حبيب ليك، وانت ماشي في عربية معدية جنبك فقالك لا 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 حاسب حاسب حاول ينقذك، يمر بيك في بحيرة مليانة تماسيح. دي تحس ان الدنيا ماشية معاكوا كده يا مواليد برج الحوت. مساء الفل عليكم. قبل ما نبدأ حلقة النهاردة، يعني دي حلقة ممكن تقدر تقول عليها نقطة تحول لمعظم مواليد برج الحوت. هحتاج منكم الدعم عن طريق الشير للفيديو واللايك وتفعيل الجرس عشان نتواصل ونواصل في كل جديد، لكن الأهم من كده أنا عايز الشير ده يوصل لأكتر ناس من مواليد برج الحوت على قد ما نقدر، لأن في نقاط هتبقى مهمة جدا هنتكلم عن التقدي إيه وإيه سببها وهتبقى معاكم لغاية إمتى وحلها إيه. لكن لازم الفيديو ده يا شباب نوصله لكل الناس. زي ما بدأنا الفيديو، زي ما قلت لكم التشبيه البسيط ده، إن الحياة بالنسبة لنا أو الدنيا معانا زي صديق الجلنف، تحس ان اتاخدك من حفرة توقعك في حفرة تانية، تخلص من حاجة تلاقي التانية اشتغلت حاجة هنا تهدى ده يقوم ده يقوم ده يهدى. ده ليه او ايه السبب وش معنى برج الحوت اللي بيحصل معاه دلوقتي في الفترة دي؟ لو نبقى صراحة، هي بدأت من كام شهر الموضوع اللي بقول عليه ده، اللي هو الدنيا تحس ان كل ما تهدي حاجة التانية تعلى، وبدأ يبقى فيها راحة نوعا ما. راحة نوعا ما كانت في اخر اسبوعين في شهر اغسطس. من بداية سبتمبر تحس ان رجعت تاني زي الاول، تلاقي الحاجات بتطلع لك كده ما تفهمش ليه. بص يا مواليد برج الحوت، الفترة تحس ان هي صعبة جدا لكن ليها حل، والله ليها حل قدامكم، لكن المشكلة ان الفترة دي صعوبتها في ان انت تخرج منها ازاي. نتكلم واحدة واحدة بالتفاصيل عشان نفهم الدنيا بالظبط عاملة ازاي. معظمكم مواليد برج الحوت في خلال الفترة دي بيقابل مشاكل بتطلع له من الهوا، حتى لو هو بيعمل اللي عليه واكتر بزيادة برضو مفيش حاجة بتمشي. هنتكلم بسيطة جدا ايه السبب، واقول لكم السبب ده بيأثر عليكم في ايه، واقول لكم بعدها الحل. زحل، كوكب زحل، كوكب زحل ده معانا او معاكو يا مواليد برج الحوت من بداية السنة دي، وهيقعد معانا لغاية سنة 2025. لا 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 ما تخافش ما تخافش، اللي انت فيه ده مش هيقعد لغاية 2025، بس انا هفهمكو الدنيا عبارة عن ايه. كوكب زحل ده لما دخل على اي برج، اي برج بيشقلب حياته. يعني بيشقلب حياته، هتحس ان كل حاجة بيعملها الدنيا الموازين كلها بتاعتها وقفت، الدنيا وقفت معاك، شغلك وقفت، الحياة العاطفية وقفت، لخبطت. يعني انت كنت مثلا مقتنع ان الشغلانة دي كويسة، لقيت الدنيا بقى وقفت معاك، هتلاقي كنت العلاقة دي كانت مرتاح فيها الدنيا بوظت معاك. هنا ده لعبة الصاحب الجلنف. يعني برج كوكب زحل ده بيعمل كالآتي، انتوا في حاجة في مجال، المجال ده لما يكون في حاجة فيه غلط بيشعللها، اللي هو ايه، شوف انا هفوقك منه، عشان انا بفوقك للطريق الصح، انا بقول لك عشان ما تتخدش على قفاك، انا بقول لك الطريق ده غلط، بس مشكلته انه بيقول لك طريقة ان الطريق ده غلط بنصيبه، اللي هو زي ما بقول لك الصاحب الجلنف، لو عايز ينقذك من الطين بيرميك في الخرق. فهي دي المشكلة، دي المشكلة مع حركة كوكب زحل على برج الحوت في خلال الفترة. لذلك هتلاقي مثلا في الفترة دي، يعني على أبراج تانية، على أبراج تانية اسمعوا الكلمتين دول مني، بتأدي ان في ناس بتتسجن، بتروح السجن، بتخش السجن بسبب يكون عليهم التحرك ده. في الناس مثلا اللي بيعمل حاجة غلط بياخدها بصعوبتها. يعني ايه؟ يعني انت مثلا تتلاقي مثلا واحد مدمن، اعوذ بالله مننا جميعا، يعني كل ربنا يحفظ عليا كلنا،
واحد مدمن مثلا اي مثلا عقار ولا اي حاجه زي كده، تلاقي هوب اتصاب بمرض رهيب بسبب الموضوع ده، لكن ما يموتكش. لكن المرض اللي هيصيبك مثلا بيصيب في الحاله زي ما بيموتش، لا، بس الكوكب زحل ده فاكر اللي انت لما يديك المرض تقيل انت تخاف توقف. بعد دي مشكلته برضو ان زحل ده دماغ ما فيش، ده دماغه زي ما اقول لك جلنف، دي مشكله زحل. مشكلته ان هو بيشوف ايه الغلط وبيقلبها عليك عشان تعرف الطريق الصح. في ناس في خلال الفترات دي بيبقوا ضعاف، في ناس بتنتحر اساسا من القوه اللي بتبقى موجوده منه، لكن بقوتك الشخصيه ممكن تحول الطاقه دي لصعود. بقوتك الشخصيه اللي انت تحول الطاقه دي لصعود، وهنا ده محور اساس كوكب زحل. هو بيقلب لك الدنيا على النقاط العميقه اللي انت عايشها فاكر انها صح لكنها غلط، بيقلب عليها او بيشعل عليها الاضاءه. فانت هنا حاول باقصى ما يمكن تمشي مع التيار، حاول ما تعافرش، حاول تمشي مع التيار ما تعافرش. يعني لو شفت مثلا الدنيا باظت في حاجه معينه، لا ما تحاولش تصلح اكتر من انت تشوف طب اللي باظ ده عايز يوصلني لايه، انت اخرك ايه، انت دنيتك ايه بالظبط. لان خلي بالك، خلي بالك، اوعى تضعف، لكن امسك زمام الامور واعرف الطريق عشان تعرف الخلل فين. انا بقول لكم الكوكب ده هيبقى متواجد على برج الحوت لغايه 2025، هدفه حاجه واحده فقط، تغيير النقاط السوداء في حياتك. فهو مشكلته انه عشان تغير النقط السوداء في حياتك بيظهرها. فنركز كده مع بعض، ده ما يضعفكش، اوعى تضعف، اوعى تضعف يا برج الحوت. الطاقة دي عشان خاطر تفوقك، تقويك. لو ضعفت هتزعل، انا بقول لك بصراحة، لو ضعفت هتزعل. ده قبلكوا كان على برج الجدي، كان مبهدله. اسأل اي صاحبك برج الجدي اخر 10 سنين كان عامل ازاي، كان مبهدله. دلوقتي بقى على برجك، لكن مع اختلاف الابراج بيخش على برجه كل حاجة باللي جواه. انتوا يا مواليد برج الحوت مشكلتكوا اللي مقابلاكوا في خلال الفترة، بتحس ان المشاكل بتجيلك من حيث لا تعلم، بتحس ان المشاكل جايه لك ما تعرفش جايه منين، تحس ان حاجه كده طلعت، حاجه ما كانش ليها اساس قبل في الصابق، ما كانش ليها اي اساس، مشاكل ما كانش تظهر. يعني مثلا حاجات، مثلا نقاط، مثلا كان مثلا في علاقه كان كل الناس بتقول لكم مثلا انتوا ازاي متجوزين ومثلا ما فيش مشاكل ما بينكم، ده مشاكل ظهرت في خلال الفتره. انت ما شاء الله ماشي في العمل سيف، ما فيش حاجه بتقف قدامك، وقفت. دي هتبقى الطاقات اللي هتبقى متواجده بسبب التحرك ده. لكن معنى التحرك ده، بص هو عايز يوريك اي خلل وصلحه. الطاقه دي مش بتهدم الا الضعيف، الطاقه دي مش بتهدم الا الضعيف، الطاقه دي اساسها توضيح الخلل. الطاقه دي بتوريك ايه الغلط اللي انت مش واخد بالك منه. الطاقه دي بتشعل لك اللي تحت الترابيزه، اللي تحت الارض، المستخبي. الطاقه دي بتظهر لك المستخبي. لذلك في خلال الفتره دي في ناس كتير من مواليد برج الحوت اللي عنده مشكله في العلاقه الزوجيه، اللي عنده مشكله في العمل، اللي عنده مشكله في علاقات من حوله، اللي عنده مشكله في الاجراءات القانونيه، اللي عنده مشكله في مشاريع، للاسف هتلاقوا معظمكم كل واحد فيكم عنده مشكله كده. انا مش بتكلم كطبيعه عامه، الحياه عامه فيها مشاكل وفيها الخير والكويس، لكن انا بتكلم الطاقه دي اساسها. يعني بص انا عامله بحث على جوجل، هتلاقوا كل الشخصيات العامه المشهوره لما وقعت كان كوكب زحل عليهم. ليه؟ ده قوتك وضعفك هي اللي بتحدد. في ناس بتعلى لما الكوكب ده يبقى عليهم، بس دول اقوياء.
وانت قوي يا برج الحوت، لان اللي عدى عليك في حياتك يخليك قوي. ده انت عدى عليك قصص، ده انت لو ده انت لو كتبت مجلدات مش هتخلص من اللي عدى عليك مواليد برج الحوت. فعشان كده انا بقول لكم ده تحذير، اوعى تضعف، اوعي تضعفي، لان دي القوة المتواجدة بتوضح لكم الخلل. القوة دي مش غرضها ان هي تدمركم، لا، القوة دي بتوضح لكم الخلل، بتظهر لكم حاجات كانت غايبة عنكم. عشان كده هو الحاجات اللي كانت غايبة عنكم دي تقيلة بالنسبة لكم يا برج الحوت. فعشان كده في ناس كتير بتضعف، لا، امسكوا اعصابكم، استملكوا نفسكم، تقدروا استغلوها صح. ما انا بقولها لكم، الطاقة دي يا اما هتودي ناس تحت الارض، يا اما هتعلي فوق توصل لاعلى المراحل. عشان كده انا في برج الحوت، واي برج كوكب زحل ده هيبقى عليه لازم انصحه، وهبقى فيه دي يعني تكثيف انتنسيف فيديوهات هتبقى تحصل على البرج اللي عليه الكوكب ده، لان الكوكب ده صعب. صعوبته ان بيوضح لك حاجات ما كانتش في بالك، صعوبته ان بيخلي حاجات مش مستقرة بعد ما كانت مستقرة، واستقرارها ده في رأيك الشخصي ان كان صح، لكن الكوكب ده بيظهرها لك عشان ما تتفاقمش معاك في المستقبل بحاجة اصعب. فهي دي الفكرة، زي ما بقول لكم صاحب الجلنف بيفوقك بألمين، مش بيفوقك يا عم قوم اصحى، لا، بيفوق بألمين، اللي هو ايه، قرصة ودن، لان انت قدام، وانا بقولها لك اهو، قدام هتحمد ربنا على الفترة دي، هتحمد ربنا ان فقت، ان الكوكب ده اداك ألم دلوقتي. معظمكم بيجي عليه اوقات كتيرة يقول يعني اللي انا كنت فاكره خرا، اتقالي ربنا ده كان ليه حكمة انه انقذني. ده الفترة اللي هتقول عليها كده في المستقبل، الفترة دي اللي هتقول عليها كده في المستقبل. صعوبتها ان انت اول مرة تواجه الحاجات دي، لان ما كانتش بتظهر لك. يعني ايه ما كانتش بتظهر لك؟ انت ما كنتش متوقعها. الحاجات اللي بتظهر حاجات لا تتوقعها بالمرة. لكن انا بحذر هنا 1000 مرة، وكل فيديو هنزله هقول نفس التعذير، اوعي اوعى تضعف، تضعفي، اوعوا، ضعفكم مع الطاقة دي دمار. الطاقة دي دايما في بدايتها اللخبطة، في نصها التظبيطات، في اخرها الانطلاقة. ده معنى كلامي اللي انا قلته لكم من لغاية 2025. ده مش معناها ان الطاقة دي اللي هي الصعوبات هتقابلكم لغاية 2025، لأ، انا بتكلم على الطاقة دي مراحلها هتبقى. انا بتكلم معاكم مش يومين ثلاثة ولا الاسبوع الجاي اللي بعده، بتكلم سنتين، انا بتكلم على سنتين. ده ملوش علاقة بالتوقعات اكتر ما هي الطاقة فعلية. انا بتكلم على طاقات ناس اتسجنت بسببها، ناس دخلت المستشفيات بسببها، ناس خسروا مشاريع وخسروا ملايين بسببها، ناس خسروا اسرهم بسببها، وناس تانية طلع فوق بسببها. لكن مشاكل الحياة بتضعف البني آدم، عشان كده اللي بيقع تحت تأثير ضعفها بيبقى الناس كتار. لكن انا هنا في الفيديو هدفي الاساسي بفوقكم ان في الطاقة، امسك نفسك وتمالك نفسك وخلي قوتك هي الاساس المسيطرة على الطاقة دي، هتوصل. ده تحذير شديد اللهجة، انا بقول الكلام ده في الفيديو على امل ان انقذ واحد هيضعف. انا بقول الكلام ده في الفيديو وبقوله يعني متضايق، لان انا عايز الحق ناس انها تضعف، لان انا عارف الفترة مش سهلة، كذا حاجة كذا تغير من جميع الاتجاهات. القوة استخدمها صح في الفترات القادمة، في تغيرات هتسندك، في تحركات ايضا هتساند ان هي تعمل توازن بالنسبة لكوكب زحل عليكم. معلش استحمله، والطاقة الجاية هتبقى جميلة. تملكوا تملكوا
الفكرة هنا زي ما انا بقول لكم، مش بتدمر بتوري، مش بتدمر بتظهر، مش بتدمر بتعدل بتظبط. ومفيش حلاوة من غير نار، مفيش حلاوة من غير نار، فلازم يبقى في لخبطة عشان توصل للحلول، عشان توضح الرؤية لازم المستخبي يبان. وده اللي بيحصل لكم دلوقتي، المستخبي بيبان. استغلوا الطاقة دي صح، اوعوا تضعفوا، اوعوا تضعفوا. الطاقة ان شاء الله يا مواليد برج الحوت هتخرجوا منها على خير واقوياء واحسن من الاول. وده اللي انا عايز اسمعه في تعليقاتكم بعد الفيديو، عايز اسمع التعليقات ان فعلا انتوا قدها تقدروا عليها. انا في الفيديو ده لو انقذت شخص واحد فقط ان هو يضعف، ان هو ما يضعفش قدام الطاقه دي، عفوا ان هو ما يضعفش قدام الطاقه دي، ده اللي انا وصلت لهدفي، ان محدش يضعف. وده اهم حاجه انت محتاجها في الفتره دي، اوعى تضعف. الطاقه دي بتوضح لك، انا بعيد وبزيد، بتوضح لك ظبط الخلل. انا مش بقول لك اخسر، مش بقول لك اعمل شيفت دريت، ظبط الخلل، شوف الخلل فين، شوف الخلل جاي من اي حته، شوف التسلط عليه، شوف ايه الطريق اللي انت مهما بتتعب فيه بيفضل زي ما هو، مفيش نواتج، هو ده الخلل، ده التوضيحات. ما في شغلك مثلا مهما بتتعب بتحس ان انت بتنزل مش بتطلع، هنا الخلل اللي عايز يتظبط لك، ده الطاقه اللي بتوضحها لك، بتقول لك انت غلط، انت هنا غلط. علاقه مهما انت بتتعب عشان خاطر تخلي العلاقه تكمل، بيحصل بيظهر لك يعني حاجات كده بتطلع عشان تبعد تاني، هي دي الطاقه بتقول لك ان ده غلط، ان اللي انت فيه ده غلط، لازم توضح. ده تاثيرها، عشان كده بقول لك الطاقه دي بتبني، بتبني اللي هو بتبني على نظيف. وعشان كده زي ما قلت لكم اللي مشكلتها انها زي ما كنت في البدايه الصديق الجلنف، هي دي الطاقه اللي هتبقى معاكم. وزي ما قلت لكم الطاقه دي بدايتها الفرنطه اللخبطه، في نصها التظبيط لان الدنيا الرؤيه بدات توضح، في اخرها الاستقرار. كل الكلام ده بقوله في حلقه واحده، لو ما ضعفتش، لو ما ضعفتش. وان شاء الله يا مواليد برج الحوت انتوا قدها وهتقدروا، وان شاء الله ايضا انا هتابع معاكم اقصى ما يمكن، لو على قد ما اقدر، فيديوهات زكايتي يوميه او يوم ورا يوم، وعشان نبقى قوه بالنسبه للطاقه دي، نتعدي عليكم على خير يا مواليد برج الحوت. وان شاء الله الايام القادمه ايضا هننزل بفيديوهات هنتكلم فيها عن تحركات القمر المساعده ان هي تظبط الطاقه اللي هتبقى متواجده عليكم من كوكب زحل. وهنتكلم ان شاء الله على ايام خير هيقابل فيها الصعوبات، هيقابل فيها الخير، حياه طبيعيه، لكن اساسك هو دايما الصمود. تاني، مساعدتكم بدعمنا، مساعدتكم هتيجي عن طريق اللي انتوا تشيروا فيديوهاتنا، اللي انتوا توصلوها باقصى الناس. كل مواليد برج الحوت تعرفوهم ممكن بالفيديو ده ممكن تفتكر انه عادي، ممكن شخص تاني فعلا ضعف، ممكن تتفرج على الفيديو دلوقتي انت لسه متماسك في غيرك ضعف، هيحتاج يسمع الكلمتين دول، لان الكلمتين دول هيبقى في وقتها عند ناس كتير، الكلمتين دول في وقتهم عند ناس كتير جدا. ف ساعد غيرك وساعدنا ايضا بالدعم، ان احنا نوصل صوتنا لكل الناس، وان شاء الله باذن الله تعالى هتبقى فتره خير على عليكم يا مواليد برج الحوت. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.